شفت مباراه الترجي ازاي؟ مباراه الترجي انت بتحرز هدف في الدقيقه 33 ثانيه في بدايه المباراه. المدرب بتاعهم مدرب دفاعي، سيناريو المباراه الماتشين صعبين، المباراه اللي كانت في الترجي، المباراه اللي كانت في مصر، وكل مدرب عامل حساب الفرقه الثانيه. وانت عارف المباريات النهائيه اخطف واجري، يعني هي المباريات دي كده بالشكل ده، زي ما بقول المباريات النهائيه تكسب ولا تلعب، صح؟ ازاي تكسب وازاي تفوز فيها. النادي الاهلي ادى مباراه تكتيكيه عاليه، قدر يقفل خطوطه هناك وهنا وخطف في الوقت المناسب، وكانت برضو مباراه قاعدين على اعصابنا. صحيح. يمكن يا كابتن اسامه الماتش اللي هناك كان فيه تكتيك معين، انت بتتكلم في الترجي كسبان صن داونز وكسبان كم ماتش وبقى لهم كذا ماتش في افريقيا كلين شيت، ف يعني فريق منظم، فريق تاكتكس كويس جدا، وده معروف عن الفرق في شمال افريقيا وعن الترجي. الترجي برضو فريق كبير وعنده لعيبه كويسه جدا وطبعا اسمه كبير في افريقيا. فمستر كولر كان بيلعب بتكتيك كويس جدا، ان هو يحافظ على قد ما يقدر ان مفيش اهداف تخش فينا في المباراه اللي هناك، والتكتيك اختلف تماما. وانت عارف الماتشات اللي بره دي كانت مسابقه بتبقى دايما بتاعه دفاع اكتر. ادى بشكل كويس، يمكن احنا ما دخلناش الجيم في اول ربع ساعه بشكل كويس، لكن ابتدينا بدليل ان الفريق الترجي التونسي تحس ان هم ايه بيلعبوا فريق النادي الاهلي مع ضغط الجماهيري، فلقوا ايه ان في فعلا اسد واقف يعني منظم. فمش عارفين ابتدوا يعملوا ايه، يملوا، ابتدوا يلعبوا بقى ايه كوره بباص بس مش قادر يوصل للنادي الاهلي. طبعا مستر كولر عمل تكتيك كويس في الماتش اللي هنا، وده طبيعي ان انت في اول ربع ساعه تلت ساعه لازم تستغل الجمهور وتستغل انك انت عايز تخلص الجيم. يمكن الفرصه اللي كانت يعني كانت ممكن تنهي الماتش فرصه حسين الشحات، اللي هي اظن قبل الشوط الاولاني بشويه كده، اللي هو الانفراد اللي كان لازم يخلص على طول. دي لو خلصت كانت هجمه مرتده وقتها، كانت هجمه مرتده. لو كانت خلصت دي كانت اسامه خلاص 2-0 كنت هتقدر تجيب تاني. لان طبيعي ان الترجي هيفتح شويه وانت هتستغل مع التغييرات مع السرعات اللي عندك، اكيد كنت هتعمل نتيجه كويسه. لكن انا بالنسبه لي بصراحه يعني وانا رايح انا حاسس ان كنت انا اللي بلعب، كنت مشدود وخايف وقلقان، لان انت طبعا 1-0 لا قدر الله اخر ثانيه طبعا هتحصل مشكله كبيره جدا. فالحمد لله ربنا عداها وكسبنا بطوله غاليه يعني.